بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مواصلة للتعليمات النيابية الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء النيتيرات، الناصة على فتح تحقيق حول ملابسات قضية اغتيال الشاب بن اسماعيل جمال بمدينة الأربعاء النيتيرات بولاية تيزي وزو، الذي تتقدم المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لكل عائلته وكذا عائلة ضحايا الحرائق التي مست الولاية وبعض مناطق الوطن. وفور ذلك قامت المصالح الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق في قضية القتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك وانتهاء مقر الأمن، حيث أفضت النتائج إلى ما يلي. الضحية المسمى جمال بن اسماعيل كان متواجدا بمنطقة الأربعاء نينتيرات رفقة شخصين آخرين على مثل مركبة سياحية، وعند علمه بأنه محل شبهة من بعض المواطنين باتهامه بقيامه بإضرام النيران، تقرب من دورية للشرطة المتواجدين بعين المكان التي اقتادته إلى مقر أمن دائرة، غير أنه وبوصولهم وجدوا المقر محاصرا من قبل، حشد كبير من المواطنين في حالة هستيريا مشحونة لم تسمح لهم بالدخول إلى. في هذا الشأن معظم المشتبه فيهم في هذه القضية تم إلقاء القبض عليهم، ويبلغ عددهم إلى حد الآن 36 شخص مشتبه فيه، من بينهم ثلاثة، من بينهن الإمرأة التي كانت تنادي وتحقق أو بأخرى في ارتكاب الجريمة، من بينهم الشخص الذي قام ضحية بسكين حيث كان يرتدي قميص أسود يحمل علامة XL، وكذا من قاموا بحرق الضحية والتنكيل بالجثة. البعض من الأشخاص المشتبه فيهم حاولوا الفرار على غرار الشخص الذي قام بطعن الضحية والذي تم إلقاء القبض، وهو يحاول الفرار إلى دولة المغرب. نحيط علما الرأي العام أن مصالح الأمن الوطني كتفت تحرياتها وتعمل على توقيف كل من تبقى من شارك في هذه الجريمة الشنعة. فيما يخص عدم استعمال قوة الشرطة لطلقات تحذيرية، تساءل الرأي العام عن عدم لجوء قوات الشرطة إلى استعمال طلقات تحذيرية خلال تواجدها في مواجهة الحشد الكبير. أمام هذه الوضعية أسدت القيادة العليا تعليمات صارمة بعدم استعمال طلقات تحذيرية تفاديا لأي انزلاق أمني خطير، وهو ما كان تصب إليه بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر في محاولة لتفجير الوضع بالبلاد. كما نحيط علما الرأي العام أن قوات الشرطة بأن دائرة الأربعاء نينتيرة كانت مقسمة إلى ثلاث أفواج عمل، بينما كان الفوج الأول يشارك المواطنين في عملية إخماد الحرائق المشتعلة بغابات المنطقة، كان الفوج الثاني على تأمين وإنقاذ الشخصين اللذان كان يشتبه في تورطهما في إشعال النيران، حيث كان يتواجدان بداخل مقر أمن الطائرة. في حين الفوج الثالث المتكون من 4 عناصر شرطة كانوا على متن سيارة المصلحة، وقد تم محاصرتهم ومهاجمتهم من قبل حشد كبير من الأشخاص في حالة غضب وهستيريا عالية. في هذا الصدد نوجه تحية لقوات الشرطة التي التزمت بضبط النفس وتحلت بالرزانة والتحكم في الأعصاب وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، مبطلة المخططات الإجرامية التي كانت تسعى إلى تفجير الوضع. وهنا أترك المجال لممثلي وسائل الإعلام تصور ماذا كان سيحدث لو استعمل عناصر الشرطة طلقات تحذيرية وسط جو جد مشحون. بخصوص حيثيات التحقيق، نحيط علما الرأي العام أن مصالح الأمن الوطني وفي وقت قياسي تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه من خلال تحديد هوية المتورطين بالأدلة الدامغة والقرائن، في انتظار إلقاء القبض على بقية المجموعة وكل من شارك في هذه الجريمة البشعة. كما تتوجه المديرية العامة للأمن الوطني برسالة تقدير للمواطنين الذين شاركوا فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في كشف المتورطين في الجريمة، حيث كانت مساهمتهم جد مفيدة في التحقيق. كما نعلمكم أن كل هذه العمليات تتم تحت توجيه وإدارة الجهات القضائية المختلفة. التحقيق
الوطني، وأي جديد سيتم اطلاع عليه في الوقت المناسب. والآن نعرض عليكم فيديوهات تتضمن اعترافات للمشتبه فيه، وشكرا.